عند الجه؟ ايوه جو. على فين يا عادل؟ مسافر مصر. كنت فين النهارده طول النهار؟ عند اصحابي. وطبعا قابلوك بالحضن. وكنت فين يا عادل؟ ومين اللي اخدك مننا كل المده ديت؟ والله ارجوك من فضلك مفيش داعي للكلام ده. مفيش داعي ليه؟ مش من حقي اتكلم معاك شويه قبل ما تسيبني وتسافر؟ فاكر يا عادل؟ فاكر اول يوم جيت فيه هنا انا قلت لك ايه؟ لا مش فاكر. انا فكرك هنا على السرير ده قلت لك بكره سيبني وتمشي زي غيرك. قلت لي لا، دي الحقيقه وانا عارفاها. عمري ما ضحكت على نفسي. عادل، عايز اقول لك حاجه قبل ما تمشي. اتفضلي. انا عرفت رجاله كتير لكن حبيتك انت. حبيت فيك الحاجه اللي ما لقيتهاش في نفسي ولا في كل الرجاله اللي عرفتهم. مع السلامه يا عادل. من حقك انك تروح لاصحابك وحبايبك وانا مش متضايقه. هما اصحابك مستنينك تحت ولا انت اللي هتروح لهم المنتزه؟ اصحابي عادل، انت بتعيط. صحابي محدش فيهم راضي يكلمني، كلهم احتقروني، عارفين كل حاجة، عارفين اني بشوف رجالة داخلين طالعين وبشوفك بين ايد ده وده ومش قادر اتكلم ولا اعمل حاجة، وعارفين كمان انك بتصرف علي. دي شغلتي يا عادل وانا ما ضحكتش عليك، وانت عارف كويس ان مفيش ولا راجل حط ايده عليا من يوم عرفتك. حكيت اني بصرف عليك، انا ما بصرفش عليك ولا حاجه. اللي معايا معاك، بكره تشتغل وتبقى مهندس كبير وترد لي كل حاجه. انسى كل ده دلوقتي يا عادل، وبكره الصبح ان شاء الله كل حاجه هتبقى احسن. فردوس يا حبيبي عادل، انا اصحابك وحبايبك وانت اصحابي وحبايبي وكل اللي ليا في الدنيا.